شايف ايه هي نقاط الضعف اللي ممكن يستغلها نادي الزمالك في سموحه؟ يمكن طبعا كابتن اسامه نبيه على درايه اكتر كمان بسموحه، المساعدين مع فريرا، جهاز فني دايما على طول احنا شايفين ان هو كتله واحده في اداره المباريات. فازاي الجهاز المعاون قدر يذاكر فريق سموحه، وايه الثغرات اللي ممكن يطلعها في طريقه لعب كابتن طارق العاشري؟ بما اننا لو بنتكلم عن حالات فرديه او على اسامي لاعبين، ففي لاعبين كتير اتغيروا. النقطة الضعف الأولى وهي عدم التجانس، يعني النهاردة أول مباراة رسمية لسموحة باللاعبين الجداد. اللي ذاكره كابتن أسامة نبيه والجهاز المعاون هو الطريقة بتاعة كابتن طارق العاشر اللي هي مش هتتغير، ده يعني بأي 11 لعيب هو هيلعب بالطريقة المعتادة بتاعته. فده الفكر بتاع الجهاز الزمالك، ان هو النهارده ازاي اضرب الطريقه بتاعه الكابتن طارق عاشري، او ازاي اتغلب على الطريقه الخاصه بالكابتن طارق العاشري. واللي بيحكمها اكتر المهاره، يعني مثلا النهارده احنا مش هنلاقي المساحات، الكوره اللي دايما بتتلعب من المسلوسي لسيف الدين الجزيري ان هو يجري في المساحه ويعملها لحد من اللي جاي في النص، دي مش هتبقى موجوده، لان زي ما بقول لك هو يعني 7 8 لاعبين بيبقوا موجودين حوالين منطقه الجزاء في سموحه النهارده. فبالتالي المهاره اللاعبين هي اللي هتفرق. احمد سيد زيزو المهاره بتاعته ان هو يعدي واحد لواحد، امام عاشور، الحاجات دي هي اللي هتفرق. شيكابالا هيبقى له دور النهارده في المباراه بشكل كبير جدا، لان التكتل الدفاعي زي ما انت عارف اللي هو اللي بيضربه المهاره النهارده، ان انا يبقى عندي اثنين او اقدر اعدي من واحد او اثنين، هو ده اللي هيعمل الفارق. فلكن المساحات مش هيبقى فيه مساحات الا اذا كان في هدف للزمالك، وده اللي نتمناه. يعني لو في بدايه اول ربع ساعه الزمالك قدر ان هو يخطف جون او يجيب اول اهدافه، هيبقى الماتش بقى سهل بالنسبه للزمالك، لان هيبقى فيه مساحات. خلاص انا هبدا ان انا اهاجم، او ابدا ان انا يعني التحفظ الدفاعي بتاعي مش هيبقى موجود، لان هو في البدايه كابتن طارق عاشري هيبقى عايز يوصل لاقصى وقت ممكن النتيجه فيه 0-0. فبالتالي النهارده لو انا في اول 10 دقائق اول ربع ساعه النتيجه بقت 1-0 للزمالك، خلاص الفكر تقريبا او التكتيك بتاع الكابتن طارق هيتغير بشكل كبير جدا، علشان يقدر ان هو يعوض الهدف اللي هو دخل فيه، وده اللي هيسهل المأمورية لسيف الدين الجزيري في الانطلاقات الأمامية. سموحة عمل صفقات مهمة جدا زي جونيور اجاي، عايز يثبت نفسه بقى للدوري المصري كله، الراجل تم الاستغناء عنه السنة اللي فاتت وراح لعب في ليبيا ورجع تاني، فبيرجع من بوابة سموحة، يبقى من اهم نقاط القوة النهاردة لسموحة ازاي توقف جونيور اجاي. وكمان بنجامين بواتنج لاعب قوي جدا وعنده خبرات الدوري المصري الغاني، بنجامين بواتنج، شايف ازاي فريرا يقدر يوقف خطورة الاتنين دول؟ هو اعتقد ان جونيور اجاي هو مصاب، هو مش موجود في القائمة بتاعت سموحة، فهو مش موجود النهاردة. لكن بالنسبة لبواتنج، الجزئية بتاعت المسلوسي أو الجزئية بتاعت 3-4-3 هي بتعتمد بشكل كبير جدا على رجوع سيد نيمار مع المسلوسي في الحالة الدفاعية، فده اللي يقدر ان هو يوقف بيه الخطورة الخاصة بيه بواتنج والسرعة بتاعته. كابتن طارق خلي بالك دايما بيعتمد على فروت سريع، مظبوط، من ايام طلائع الجيش لما كان بابا اركو كل الفرقه ورا، وبابا اركو الفرود قدام، كان كله على طول اي حاجه باصل لبابا اركو على طول طلائع. تمام، وده بيعتمد عليه بنسبه كبيره مع اللاعب اللي موجود هناك، سيله. صحيح، لعيب سريع جدا برضه من اللعيبه السريعه، بيعتمد عليه سموحه. واعتقد ان هو هيبدا المباراه النهارده، يعني اعتقد النهارده هيبقى في الخط الامامي الاثنين اللي موجودين قدام في نص ملعب الزمالك، هيبقى سيلا ومعاه حد من الناس الجديده. وهداف سيلا شويت بشوط من بره 18، انا اعتقد ده هيبقى اساسي في التشكيل الاساسي مع حد من الصفقات الجديده، سواء كان بواتينج او سواء كان اللاعب اللي هو رضا اللي هو جاي من هولندا، من اوتراخت هولندا. ده موجود برضو في القايمه بتاعت ده موجود في القايمه بتاعت سموحه النهارده، 6 لاعبين موجودين في القايمه بتاعت سموحه من الصفقات، من ال 16 الموجودين الجداد. احمد السعداني في حراسه المرمى جاي من البنك الاهلي، محمود شبانه من الزمالك، في خط النص موجود محمد رشيد ده لاعب فلسطيني، وموجود احمد مصطفى جاي من الاسماعيلي، والاثنين اللي موجودين قدام لاعب بنيني اسمه دوكو دودو، ده جاي برضو لعيب جديد بنيني، واللاعب الهولندي رضا، بس انا مش متذكر رضا ايه الاسم هو التاني، رضا، يعني هو رضا، الهولندي رضا هولندي ورضا.